كلنا نعرف أشخاصاً ناجحين، ومهما كان مجال اختصاصهم فهم أفراد ثابروا وأبدعوا وجنوا ثمار عملهم الشاق. لكن هل تتساءل في بعض الأحيان عن الطرق التي ينبغي أن تسلكها لتحقيق النجاح؟ لنكتشف ذلك معاً في برنامج بدايات، ونغوص في قصص نجاح من المغرب العربي مع عرب انطلقوا من الصفر وصنعوا اسماً لأنفسهم وحققوا أرباحاً ونجاحات عديدة. في الحلقة الأولى من بدايات نستهل الحديث عن شخصية غامضة لم تكشف يوماً عن هويتها، وكل ما يعرفه الناس عنها هو طبخها وصوتها ومعصم يديها. راح نديرهم كاملين، إذا ندير هاد اثنين علب. هي جزائرية الأصل والملقبة بأم وليد، امرأة محبة للطبخ قررت فتح قناة على يوتيوب سنة 2015 ومشاركة وصفاتها مع الآخر، واختارت تقديم وجبات سهلة وسريعة التحضير، كما ركزت على المكونات الاقتصادية في أطباقها، الأمر الذي استحسنه متابعو قنوات الطبخ، حتى أصبحت مرجعاً للعديد من الناس إذا ما أرادوا تحضير وجبات شهية وبأقل تكلفة، ونجحت في استقطاب 11 مليون متابع وتحقيق ملياري مشاهدة. وحصلت أم وليد على الدرع الماسي من يوتيوب. إلى جانب ذلك، تمكنت أم وليد من دخول عالم الإعلام، وتقدم برنامجاً تلفزيونياً للطبخ على قناة جزائرية اسمها سميرة تيفي، وحافظت خلاله أيضاً عن هويتها بعد أن اشترطت على القناة تسجيل الحلقات وحدها في الآونة الأخيرة، وبعد شهرة واسعة حققتها أم وليد، كثر الحديث والتساؤل عن حجم مداخلها، خاصة بعد الإدلاء المقدم من موقع ناثورد سبوت المتخصص في الإحصائيات، حيث أقر أن ثروة اليوتيوبر تتجاوز 4 مليون دولار، في حين أن أم وليد نفت تقاضيها لمبالغ خيالية من يوتيوب. طوال 7 سنوات قدمت أم وليد محتواً هادفاً، وتشبثت بإخفاء هويتها رغم الانتقادات التي طالتها، لتركز على هدف واحد ألا وهو النجاح. للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today.